خدتي بقى، خدتي بقى، مش اي حاجه اهو. صباح الخير، صباح النور. شايفين كده كويس صباح الورقة يا النور. جماعة؟ شايفين الورقة كويس؟ ايوه يا ميس. طب تمام، يلا زي ما احنا متفقين هنقفل المايكات ان شاء الله. النهاردة هناخد مع بعض الوحدة الأخيرة اللي كانت فاضلة لنا بقى، اللي هي الوحدة الثالثة. احنا أخدنا الوحدة الأولى بتاعة الجبر، ومستر أحمد امبارح شرح الهندسة بالوحدة الرابعة بتاعة الأطوال. النهاردة إن شاء الله بقى أنا هشتغل معاكم الوحدة الثالثة، اللي هي بتاعة الأعداد الأولية والعوامل والعين ميم ألف والميم ميم ألف. هنخلصهم كلهم النهاردة، تمام؟ يبقى احنا كده خلصنا المنهج كله. يلا بينا بقى هنبدأ. بصي كده مبدئيا أول حاجة بيقول لك إيه، طبعا عارفين إن الامتحان هيجي اختر، هم 7 فقرات بس هيبقى فيهم شاملين المنهج كله. فأنت بقى ركزي معايا. أول سؤال هنا بيقول لك أصغر عدد أولي هو نقط. ده خلينا نفتكر إيه هي الأعداد الأولية. الأعداد الأولية دي هي الأعداد التي لها عاملان فقط. قلنا يعني إيه عاملان فقط؟ يعني هي ما بتقبلش الاسم غير على الواحد ونفسها، تمام؟ إيه هما بقى الأعداد الأولية كده؟ نكتبهم بالترتيب. الأعداد الأولية دي 2 3 5 7 11 13 وهكذا. يبقى أصغر عدد أولي فيهم هو مين؟ الاثنين. هيبقى أصغر عدد أولي هو الاثنين، لأنه أول عدد أولي عندي. السؤال اللي بعده بيقول لك اوجدي أو اختر طبعا العين ميم ألف للعددين 2 و4. قلنا العين ميم ألف اللي هي العمارة. طب أنا يا ميس عايزة أجيبها هعمل إيه؟ أحلل الأول، يعني أمسك كده الاثنين، الاثنين دي عشان أحللها علشان هي عدد زوجي هتتقسم على 2، فأقول كده أنا عندي 2 و4. أنا في الامتحان هفكر كده، عندي 2 و4، أمسك الاتنين دي وأحللها وأمسك الأربعة وأحللها. عشان الاتنين عدد زوجي فهقسمها على 2، اديتني 1 لأنه عدد أولي ملهوش غير على عاملان فقط، الاتنين ونفسه، الواحد الصحيح ونفسه. طب الأربعة عدد زوجي أقسمها على 2 هتديني كام؟ 2. الاتنين برضو زوجي أقسمها على 2 هتديني 1. يبقى فكرة التحليل يعني العصاية دي كأنها بالنسبة لي اسمة، كأنها بالنسبة لي إيه؟ اسمة. وابدا اراجع كده في دماغي قابليه القسمه، لو العدد ده زوجي اقسم على 2، طب لو العدد احاده 0 او 5 اقسم على 5، طب لو العدد ده موجود في جدول الثلاثه اقسم على 3، والناتج احطه تحتيه هنا، وافضل اعمل كده لحد لما يظهر لي الواحد. يبقى انا كده خلصت التحليل بتاعي. طب انا كده طلعت العين ميم الف؟ لا، انا كل اللي عملته اني حللت. طب انا عايزه يلا احط اكون عماره كامله، مش ان قلنا العين ميم الف يعني عماره، هيبقى الاثنين دي بتساوي كام في كام؟ العدد الأولية بتاعتها هنقول يا إما 2 في 1. طب الأربعة بتساوي 2 في 2. ميس نعم، ميس الورقة بقيتها مش باينة. أهو أيوة رقم 2 لما حضرتك بترصصيها مش باين. أهو طلعتها خلاص. أبدأ بقى هنا، أنا عايزة العين ميم ألف. أوه. قلنا العين ميم ألف يعني العمارة. فين العمارة؟ يعني الخانة الكاملة فوق وتحت أهي. العمارة دي ساكنة فيها مين؟ الاتنين. أخدها مرة واحدة بس، 2.
طب انا ما ينفعش اخد من دي عمارة ليه؟ عشان موجودة تحت ومش موجودة فوق. هيبقى العين ميم الف للاتنين واربعة هو مين؟ الاتنين. يعني مين؟ الجدول اللي فيه اتنين واربعة هو جدول اتنين، عشان اتنين في واحد باتنين واتنين في اتنين باربعة. يبقى انا هرجع تاني هنا للمسألة بتاعتي، العين ميم الف للعددين اتنين واربعة هو اتنين. طيب السؤال اللي بعديه، عايزني اوجد الميم ميم الف للعددين 15 و35. قلنا ميم ميم الف اختصار لمضاعف مشترك اصغر. طيب هل خطواته بتتغير؟ لا، برضك هحلل الاول عشان اعرف اطلعه. فانا هكتب العددين بتوعي هنا هم، انا عايزه 15 و35. هعيد تاني على التحليل، يعني تحليل يعني اعمل عصايه كده، احط هنا ال 15. العصايه دي بالنسبه لي كانها علامه على، كانها علامه ايه؟ على، يعني انا بقسم. فهرجع لقابليه القسمه، ال 15 دي احدها كام؟ 5، يبقى هقسم على 5. 15 على 5 بكام؟ ب 3، 3 في 5 ب 15. طب ال 3 دي تنفع هي عدد زوج اقسمها على الاثنين؟ لا، احدها 0 او 5؟ لا، ده عدد اولي بيتقسم على نفسه، فاقسم 3 على 3 يديني كام؟ 1. فدام الواحد ظهر يبقى انا كده خلصت التحليل بتاعي. احلل ال 35، برضك العصايه تاني كانها قسمه، وابدا 35 احدها 0 او 5 اقسم على 5، هتديني كام؟ 35 على 5 يعني كام في 5 ب 35؟ 7. السبعة عدد اولي يتقسم على نفسه، يتبقى لي 1. انا كده خلصت؟ لا، انا كده خلصت اول خطوه اللي هي التحليل. بعد كده هكتب لكل عدد عوامله، يعني ال 15 دي كانت جايه من كام في كام؟ من 5 في 3. طب ال 35 دي كانت جايه من كام في كام؟ من 5 في 7. بس خلي بالك وانت بتكتبي التاني لازم تخلي بالك من الترتيب، بمعنى انا عندي هنا في العوامل الاوليه 5 وعندي 7، هبدا بالخمسه، في 5 فوق اه اكتب تحتها 5. في هل ينفع احط السبعه تحت الثلاثه؟ ما ينفعش، فاحط هنا خط وارجع لورا سنه وبعد كده احط السبعه. طب انا بعمل كده ليه؟ لاني لازم اخلي كل عامل الشكل بعض، يعني تحت بعض، ما ينفعش احط 7 تحت 3. دلوقتي هو عايزني اجيب الميم ميم الف. الميم ميم الف دي عماير ولا طماعه؟ ولا طماعه؟ طماعه بتاخد كل حاجه. فانا عندي هنا 5، في عندي هنا 3، في عندي هنا 7. اخد من كل خانه واحده، اخد من كل خانه واحده واضربهم في بعض، واضربهم في بعض. 3 في 7 21، اضرب 21 في 5، 5 في 1 ب 5، و2 في 5 ب 10. يعني سواء انتي ضربتي من ورا مش من قدام، عادي الضرب ابدالي، اضربي من الناحيه اللي هتسهل عليكي. ممكن بقى نفتح المايك، واللي عندها مشكله في الثلاث اسئله دول تقول عشان دول مهمين جدا. بس طب هو لو جه وقال لي المضاعف المشترك الاصغر يعني ميم ميم الف ولا؟ ايوه، ميم ميم الف يعني مضاعف مشترك اصغر، ده اختصار ليها. ولو قال لك عامل مشترك الاعلى او الاكبر يبقى العين ميم الف. يعني برضو لو جاب لي عددين نحللهم ونعملهم وكل حاجة، صح؟ اه، كأنك بتحلي مسألة حتى لو العددين صغيرين زي المسألة بتاعت الاثنين والاربعة دول، علشان تبقي مطمنة وانت بتختاري، تبقي واختارة عن ثقة يعني. تمام؟ حد ماشي. عنده اي سؤال تاني؟ على العموم احنا هنحل عنهم تاني برضك ورا، بس يعني لو جت في شكل تاني يعني. يلا هنكمل. السؤال الرابع هنا بيقول لك ايه؟ العامل، احنا خلاص قلنا ان العين ميم الف، الميم ميم الف ل 15 و35 هي 105. يلا بينا بقى. بيقول لك هنا العامل المشترك لجميع الاعداد نقط اصغر عدد اولي، وعايزني اعمل عمليه مقارنه. احنا قلنا لما كنا بنشتغل في الجبر عشان اقارن لازم اظبط الطرفين علشان اقدر اقارن بينهم. انا هقارن بين كلام؟ لا طبعا. طلعي العامل المشترك لجميع الاعداد، نفتكر كده عشان الاسئله دي مهمه. العامل المشترك لجميع الاعداد هو مين؟ الواحد. جوجو فين المايك يا جوجو؟ العامل المشترك لجميع الاعداد هو الواحد، يعني الجدول اللي بلاقي فيه جميع الاعداد هو جدول الواحد.
الناحية التانية أو الطرف التاني بيقول لك أصغر عدد أولي، إحنا لسه كاتبين فوق الأعداد الأولية أهي، أصغر عدد أولي هنا كان مين؟ الاتنين. كده خلاص أنا ظبطت المقارنة، يعني أنا بقارن ما بين واحد واتنين، مين أكبر الواحد ولا الاتنين؟ لا طبعا الاتنين هي الأكبر. يبقى تاني حتى لو جايالي حاجات أحلها الأول أو أطلع القيم بتاعتي وبعد كده أقارن، ما قارنش كده وخلاص، أنا على أي أساس هقارن؟ السؤال الخامس، المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو، إحنا قلنا هنا إن العامل المشترك لجميع الأعداد هو الواحد، طب المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو مين؟ صفر. العامل المشترك الواحد بينما المضاعف المشترك الصفر. الأسئلة دي مهمة جدا. طب السؤال رقم 6، العدد الذي عوامله الأولية 2 5 7 هو نقط. يعني إيه عوامله الأولية؟ يعني العدد اللي أنا لما أحلله يطلع لي العوامل الأولية، دي اسمها عوامل الأولية بتاعة العدد. طب أنا عايزة أرجع العدد تاني أعمل إيه؟ أضربهم في بعض. أضربهم إيه؟ في بعض. أضرب 2 في 5 ب 10، 10 في 7 ب 70. 70. يعني العدد اللي لما أحلله ويطلع لي عوامل أولية 2 و5 و7 هو كام مين؟ ال70. يلا كمل السؤال رقم 7. ثانية يا بنات لو سمحتوا. سامعين كده يا بنات؟ ايوه يا ميس، ايوه يا ميس، طب يلا هنكمل زي ما احنا، معلش بس كنت بظبط حاجة. يلا هنرجع زي ما احنا مكملين كده. يبقى تاني هنعيد رقم 6 تاني. لما يقول لي عدد عوامله الأولية ويديني العوامل الأولية وعايزة أرجع العدد ده تاني، اضربيهم في بعض، اضربيهم في بعض. المسألة رقم 7 بيسألني بقى هنا في قابلية القسمة، بيقول لي جميع الأعداد اللي بتبدأ بصفر أو 5 بتقبل القسمة على مين؟ احنا قلنا في قابلية القسمة أخلي خمسة. بالي لو الأعداد زوجية هقسم على 2، لو أحادي يعني بتبدأ، مش الأحادي اللي هي أول خانة عندي، لو قال لي أحاد صفر أو 5 هقسم على 5. خمسة. تبدأ يعني قصده إن دي خانة الأحاد بتاعتك. السؤال رقم 8، عايز نجيب الميم ميم ألف أو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 و6. برضو لازم أعمل زي اللي هناك، همسك المسألة الأول أحلل وبعد كده أطلع الميم ميم ألف، بس أبقى فاهمة وأنا بعمل كده إن الميم ميم ألف ده الطماع، الميم ميم ألف ده طماع. هاخد هنا الثلاثة، أنا طبعا معايا 3 و6، هاخد هنا الثلاثة وأحللها. صافينا لو سمحت اقفلي الكاميرا يا منى عشان السارة تطلع حلو. واجي هنا بالستة، التلاتة ده عدد أولي هيقبل القسمة على نفسه، فهقسم هنا على التلاتة يبقى لي واحد. الستة، الستة عدد زوجي يبقى هقسمها على 2، هتديني تلاتة، هقسم تلاتة على تلاتة هتديني واحد. بظهور الواحد ده يبقى أنت كده مخلصة التحليل بتاعك. هبدأ أظبط المسألة بتاعتي عشان أطلع كل عدد عنده إيه. التلاتة دي هي التلاتة، تلاتة في واحد بتلاتة. طب الستة كانت 2 في 3، أحط مين تحت دي؟ لازم أحط التلاتة تحت التلاتة وأبعد الاتنين ورا عشان أراعي ترتيب الكتابة. طيب أنا عايزة عين ميم ألف ولا ميم ميم ألف؟ أنا عايزة ميم ميم ألف. الميم ميم ألف طماع، هتاخد كل حاجة، هتاخد من هنا 3 وهتاخد برضو من هنا 2، هيبقى 2 في 3 بكام؟ ب6. يبقى الميم ميم ألف بتاعي هيطلع بكام؟ ب6. طب لو في نفس المسألة طلب مني العين ميم ألف، هقول له بس هي التلاتة عشان دي العمارة تمام. الواحدة. يبقى احنا هنا لو رجعنا تاني للمسائل بتاعتنا اللي بنحلها، انا عايزة اجيب الميم ميم الف للعددين 3 و6، هيبقى مين؟ الستة. يبقى انا حتى لو جات لي مسألة زي دي في الامتحان حلي عادي خالص، وبعد ما تخلصي دوري على الناتج بتاعك في الاختيار. احنا بنأكد تاني يا بنات عشان امتحاننا ان شاء الله هيبقى يوم الاحد، اتعاملي مع الرياضة حتى لو اخطر على انها مسائل عادية، ملكيش دعوة، حلي وبعد لما تخلصي تختاري، على الاقل تختاري على ثقة،
تبقي عارفه انت بتختاري ايه، مش بتختاري وخلاص. نخبي الأكتر كأنه مش موجود، ايوه كأنها مسألة أكمل. بالظبط، برافو عليكي، كانها مساله اكمل. حلي عادي خالص وشوفي بعد كده الاختيار موجود قدامك فين، عشان بس ما تتوهيش في الاختيارات. طب يلا بينا هنكمل السؤال رقم 9. دي بقى اسئله نظري، يعني بيسالني في قابليه الاسم تاني زي دي كده، زي رقم 7 لما قال اللي بتبدا بصفر او 5 قلت له بتقبل الاسم على 5. طب بيقول لي كل الاعداد ايه تقبل الاسم على 2، الاعداد الايه اللي بقسمها على 2؟ الزوجيه. الاعداد الزوجيه، احنا قلنا في قابليه الاسم الاعداد الزوجيه هي اللي بتتقسم على 2. طيب نفتح تاني المايكات، واللي عايزه اي حاجه تسالني، احنا كل فقره هو بنسال مع بعض. حد محتاج حاجه في دول، في الاسئله اللي قدامنا دول؟ هو انا مش فاهمه سؤال 5. لا شكرا يا ميس. سؤال 5 ده سؤال نظري برضه، بيقول لك المضاعف المشترك لجميع الاعداد هو مين؟ يعني انت دلوقتي عشان تجيبي مضاعفات اي عدد بتبداي بمين؟ بعد كده بتزودي نفس العدد، الصفر، لازم ابدا بالصفر. يعني مثلا اجيب مضاعفات الاثنين اقول 0 2 4 6 8، ما ينفعش اقول 2 4 6 8 على طول، لازم ابدا بالصفر. فعشان كده هو مضاعف مشترك لجميع الاعداد. حد عنده سؤال تاني؟ ها؟ نعم. طب يلا نكمل. ميس، نعم، هو هيجي في الامتحان اختياري ولا اسئله احنا بنكتبها؟ لا اختياري، بس لو في خطوات هتعمليها. طب يلا نقفل تاني عشان نسمع كويس. مفيش مسائل لفظية صح؟ ممكن تيجي مسألة لفظية في وسط، اختار عادي. بس هي زي ماشي. هتبقى مثلا، زي مثلا بيقول لك العدد الذي عوامله، ما هي مسألة بيسألك اهو، ولازم نجيبها لك مباشرة. مسألة مثلا ايه وجد عين ميم ألف، ما هي مسألة عايزة خطوات. عادي انت فاهمه، ما دام فاهمه ده المنهج بتاعك اشتغلي زي ما بتشتغلي عادي. هو الجديد بس ان هو هيجي زي نظام اختر مش اكتر. يلا بينا هنكمل، نقفل بردك عشان نسمع كويس. هنخش دلوقتي في السؤال رقم 10. من مضاعفات العدد 3؟ قلنا مضاعفات العدد 3 20 30 40 50. من مضاعفات العدد 3 مين؟ 30. 30. نقفل يا بنات الصوت. عدد عوامل العدد الأولي. إيه ده؟ يعني إيه؟ يعني بيسألني عدد العوامل للعدد الأولي. إحنا قلنا العدد الأولي ده له كام عامل؟ له عاملان فقط. له كام عامل؟ عاملان. عاملان يعني عددهم كام؟ 2. وبيسألني بقى على العدد، عايز أكتبها بالأرقام. أنا لو هكتبها لفظيًا هقول له عاملان فقط. طب لو بالأرقام، عاملان يعني 2. يبقى تاني عدد عوامل العدد الأولي 2، لأن العدد الأولي هو العدد الذي له عاملان فقط. 12. العدد الأولي الذي مجموع عوامله 8. أنا عايزة عدد أولي، يعني عدد من الأعداد الأولية دي لما اجمع عوامله يديني 8. بالراحه كده، ننقص واحد هتبقى 7. برافو عليكي. عارفه ليه؟ لان احنا قلنا ان العوامل ما فيهاش غير العدد نفسه والواحد، صح؟ مش ده عدد اولي ملوش غير العدد نفسه والواحد. يعني انا جمع على عدد من ما واحد، انا عايز اعرف العدد ده كام، نقصي من الثمانيه دي واحد، شيلي منها الواحد، هي ترجعي للعدد، العدد ده هيبقى مين؟ 7. لأن عوامل السبعة هي 7 و1، فلما أجمعهم مع بعض يدوني كام؟ 8. طب لو قال لي مثلا عايز العدد الأولي اللي مجموع عوامله 6، هيبقى مين؟ العدد الأولي ده هيبقى 5، لأن هشيل من 6 الواحد ده هيبقى مين؟ 5. سؤال رقم 13 بيقول لك عايز برضو العين ميم ألف للستة والثمانية. خلاص احنا شفنا السؤال ده بيتكرر كتير معانا ازاي، ده دليل على انه مهم هتعامل معاه بأهمية، مش هحل كده وخلاص. أمسك الستة والتمانية أحلل الأول. قلنا علامة التحليل دي كأنها على الستة، ده زوجي هقسمه على الاتنين هيديني 3، التلاتة على 3 هتديني 1، 8 زوجي على الاتنين هتديني 4، 4 على 2 هتديني 2، 2 على 2 هتديني 1. وبعد كده علشان طبعا اطلع العين ميم الف لازم احط الرقم الاعداد بتاعتي ارصها. السته دي عواملها الاوليه كانت مين؟ 2 في 3. طب ال 8؟ 2
في 2 في 2. راعي الترتيب. نراعي الترتيب. معايا 2 اهي. هل معايا في عوامل الثمانية 3؟ لا، حطي خط ورجعي ورا سنة كده. في 2 و2، يبقى انا حطيت عوامل اهي 2 في 2 في 2، بس ما حطيتهمش تحت جنب بعض عشان كان في هنا 3، ما ينفعش احط تحتها 2. هو عايزني اجيب له العين ميم الف. اكون عماراتي، اشوف معايا كام عماره. ما لقيتش الا هي واحده، دي مش كامله ودي مش كامله ودي مش كامله، فما عنديش غير هي بس الاثنين. هيبقى العين ميم الف للسته والثمانيه هو مين؟ الاثنين. يلا نخش في السؤال اللي بعده بقى. احنا هنحل اكمل عادي، لان احنا قلنا اختر بنحله بنفس نظام اكمل. هنحله بنفس النظام وزي ما يطلع يطلع، وانت بعد كده تروحي تختاري. فيلا بينا بقى. بيقول لك العدد الاولي الزوجي الوحيد. نرجع تاني للاعداد الاوليه اللي كتبناها فوق. 2 3 5 7 11 13. مش ملاحظه ان كلهم اعداد فرديه ما عدا الاثنين؟ فالاثنين ده هو العدد الاولي الزوجي الوحيد. الاثنين ده هو العدد الاولي الزوجي الوحيد. اللي بعده مديني هنا 281 زائد نقط. ازود عليه كام عشان يقبل القسم على 5؟ احنا قلنا علشان اقبل القسم على 5 لازم تكون احادي يا اما صفر يا اما 5. انا اصلا معايا 1 وعايزه اخليه 5، يبقى هزود عليه كام؟ 4. عشان يبقى العدد ده في الاخر 285، فالخمسه دي في الاحاد يبقى هتقبل القسم على 5. عايزني اجيب في السؤال الثالث العين ميم الف للعددين 24 و30. هنا هو بتكبر الاعداد سنه سنه، عادي جدا نفس الخطوات واحده. اكتب هنا ال 24 واكتب هنا ال 30 واحلل. ال 24 ده عدد زوجي، يبقى هقسمه على 2. 2 في كام ب 24؟ 2 في 12. يبقى لما اقسم 24 على 2 هيديني 12. طب ما ال 12 ده برضو عدد زوجي، هقسمه على 2. 12 على 2 6. ستة على اتنين هتديني تلاتة. طب التلاتة ده زوجي ينفع اقسمه على اتنين؟ لا، التلاتة ده اولي يتقسم على نفسه يديني 1. حتى لو خطواتك كترت انت عارفة نفس الافكار، لو زوجي اقسم على الاتنين الاولي بيتقسم على نفسه، احد وصفر او 5 اقسم على 5. يلا بينا هنا بقى احلل التلاتين. التلاتين ده عدد ايه؟ احد وصفر او 5، يبقى هقسم على 5. 30 على 5 كام في 5 ب 30؟ 6. 5 في 6 ب 30. رجعت تاني ال 6 ده عدد زوجي، هقسمه على 2 يديني 3. 3 عدد اولي اقسمه على نفسه يديني 1. بعد ما بعمل كده برص عندي عشان اطلع هو محتاج مني العين ميم الف. هكتب كده ال 24 دي كانت عواملها مين؟ 2 في 2 في 2 في 3. طيب ال 30 ما ينفعش اخلي بالي وانا بكتب التاني، ما ينفعش احط ارقام مش شكل بعض تحت بعض، لازم اراعي في الترتيب الدقه ان هم يبقوا زي بعض. انا عندي هنا 5، مفيش اي خمسات هنا، سيبيها دلوقتي كملي. عندي هنا 2 اهي موجوده. في عندك 2 تاني؟ لا. عندك 2 تاني؟ لا. عندك بعد كده ايه؟ 3. والخمسة أروح أحطها في الآخر خالص كده عشان ملهاش أي عوامل، ملهاش أي حد تاني من فوق. يبقى أهم حاجة بس في فكرة الرصة دي إني أركز قوي وأنا بحط العدد التاني في العوامل بتاعته، إني ما ينفعش أحط حاجة مش موجودة فوق، ما ينفعش. مش أحط وخلاص، يعني ما أجيش تحت الاتنين دي وأقوم حاطة الخمسة وأصل هي مس جاية كده بالترتيب، لا ما ينفعش. هي دي كل الحتة اللي محتاجة منك بس تركزي فيها وأنت بتكتبيها، إن لازم تخلي العوامل اللي تحت بعض تكون شكل بعض. طيب احنا دلوقتي محتاجين في المسألة دي العين ميم ألف، قلنا عين ميم ألف يعني عمارات. يلا نكمل عمارتنا. شوف فين العمارات اللي عندي. عندي هنا 2 كاملة، هنا دي مش كاملة، دي مش كاملة، هنا في 3 كاملة اهي.
هنا الخمسة مش كام، يبقى أنا عندي كام عمارة؟ عندي عمارتين، واحدة فيها اتنين وواحدة فيها تلاتة، أقوم ضربهم في بعض. يعني لو اتكررت العمارات بضربها في بعض، اتنين في تلاتة بستة، هيبقى العين ميم ألف للعددين 24 و30 هو مين؟ الستة. حد عايز يسأل بسؤال؟ افتحوا المايك واسألوا يا بنات لو عايزين. حد محتاج يسأل في حاجة يا بنات؟ بس أنا عايزة بس أسأل سؤال. اتفضلي يا روحي. يعني إيه مضاعفات العدد 3 أو 4 يعني؟ مضاعفاته يا ماما، يعني احنا قلنا الحاجات اللي لما بتحصل جداول في جدول الضرب بتاعه بيكون لها ناتج. بمعنى مثلا انت يا سالتي 30، 30 دي من مضاعفات الثلاثه، عشان 3 في 10 ب 30. احنا قلنا مضاعفات الثلاثه يعني اي حاجه ممكن تقبل معاكي على 3. زي مثلا عدد زي 9، 9 من مضاعفات الثلاثه، عشان في 3 في 3 ب 9. ماشي يا روحي، يلا نكمل ولا حد عنده سؤال؟ لا. طب يلا هنكمل. احنا هنا في السؤال رقم 4 بيسألني على العدد الأولي الذي يلي العدد 17. احنا قلنا لما كتبنا الأعداد الأولية عملنا نقط، قلنا النقط دي معناها إنها غير منتهية، يعني لسه مكملة. طب أنا بعد ال 13 كان في مين؟ 17. طب بعد ال 17 كان في مين؟ 19. بعد ال 19 في مين؟ 23. هو عايز اللي يلي على طول ال 17، مين اللي جاي بعديه على طول؟ 19. السؤال ده جالنا قبل كده في اختر، يقول لك العدد الذي عوامله 2 3 7. عشان ارجع تاني لاصل العدد اعمل ايه؟ اضرب العوامل دي في بعض. 2 في 3 ب 6، 2 في 3 ب 6، 6 في 7 ب 42. ان انا لو حللت ال 42 دي هتطلع لي العوامل الاوليه بتاعته 2 و3 و7. هنا عايز نجيب عوامل العدد 32. هنا قال لي كلمة عوامل أولية؟ لا، هو قال لي عوامل بس وسكت. أنا عندي نوعين من العوامل، يا إما أجيب عوامل بالطريقة بتاعت اليو دي، يا إما أجيب عوامل أولية بطريقة التحليل. طب إحنا يا ميس هنجيب بتاعت اليو دي إزاي؟ إحنا قلنا كلمة عوامل أصلا يعني الجداول، الجداول اللي حاصل ضربهم بيطلع لي في الآخر كام؟ 32. دايما إحنا قلنا ببدأ بجدول مين؟ الواحد. 1 في 32 ب 32. اخش في جدول 2، هلاقيه في جدول 2؟ ليه؟ علشان هو عدد زوجي. ما دام عدد زوجي يبقى اكيد موجود في جدول الاثنين. طب 2 في كام؟ ب 32. 2 في 16 ب 32. طب انا مش عارفه 2 في كام ب 32، اقسمي 32 على الاثنين هيطلع لك 16. طب نكمل، موجود في جدول الثلاثه؟ لا. موجود في جدول الأربعة؟ 4 في 8 ب 32، عشان كده الحاجات دي بتعتمد على جدول الضرب. مش موجود في الخمسة ولا الستة ولا السبعة، هرجع تاني للثمانية، 8 في 4، يبقى أنا كده خلصت. أعمل حرف اليو بتاعي وأكتب العوامل بالترتيب من الصغير للكبير، يعني ماشية كده من الصغير، ماشية مع حرف اليو كده، أنزل أنزل أنزل، ما أروحش هنا، لا غلط، ماشية كده من الصغير للكبير. فلما اقول انا عايز عوامل ال 32 اقول له العوامل هي مين؟ 1.2.4.8.16.32. يبقى امتى اعمل اليو دي؟ لو كتب كلمه عوامل وسكت. لكن لو قال لي عوامل اوليه، يعني اقسم على اعداد اوليه، كنت مسكت ال 32 دي وحللتها تحليل عادي. ففرقي بين كلمه عوامل وعوامل اوليه. تمام؟ خش في اللي بعده. الأسئلة بقى بعد كده كلها بيتكلم على الميم ميم ألف والعين ميم ألف، لأن أنتوا عارفين إن ده أساس الدرس. فيلا هنتدرب عليهم تاني. أنا عايزة الميم ميم ألف لل 12 وال 8، حتى لو جات لك في مسألة اختر عادي خالص،
امسكي كده واكتبي، امسك احلل هنا ال 12 واحلل هنا ال 8. ممكن بقى كلنا اللي هقول 18 اهو، ممكن اللي هقول اسمها هي اللي هتحلل معايا. احنا كده خلاص شرحنا بقى، احنا بنحل مع بعض. تمام، قولي يا فريدة أسامة. فريدة أسامة افتحي المايك ورد عليا. حاضر. يلا يا فريدة بقى، ال 12 دي هحللها اسمع ازاي؟ اسمع الاثنين. برافو على صوتك عشان زمالك يسمعوك. هنقسمها على كام؟ على اثنين، عشان هي عدد زوجي. يلا مش على اثنين، بكام يا فريدة؟ بستة. ستة. برافو. الستة دي برضو عدد زوجي، اقسمها على كام؟ اتنين. تديني كام؟ تلاتة. برافو. اقسم التلاتة دي على كام؟ على تلاتة. تديني واحد. في اي تحليل تاني هتكمليه؟ ماشي. في حاجة تاني ولا خلاص كده؟ ده الواحد ظهر خلاص. الواحد ظهر. طب تمام، تقفل بقى فريدة، ترد علينا صفينة. يلا يا صفينة. يلا يا طب حولي لي، يلا ال 18 حلليها لي. 18 18 2 2 تديكي كام؟ 9. يلا ال 9 اقسمها على كام؟ 3. تديني كام؟ 3. اقسمها على كام؟ 3. بعد ما قسمها على التلاتة تديني كام؟ واحد. شطورة. يلا نقفل بقى يا سفينة وتفتح حبيبة عمر. يلا يا حبيبة، هعمل ايه بعد كده؟ خلاص زمايلنا حللهم، انا بقى اعمل ايه بعد كده؟ هعمل احط اول من 12 تمام، واعمل 18 ماشي. ها حط الاثنين والاثنين والثلاثة فين؟ عند الاثنين. برافو، علي صوتك سنة، شوف انا صوتي عالي ازاي. يلا بينا. هنحط ال 18، نحط 2 3 3 عند ال 18 بنفس الترتيب اللي انت قلتيه ده كده على طول، 2 3 3 اكتبها كده على طول. لا 2 ها؟ ونحط نضرب ونحط صفر وخط وبعد كده نضرب ونحط تلاتة وبعد كده نحط صفر وبعد كده نحط تلاتة. برافو عليكي، ما كانش ينفع احطهم ورا بعض لان كان في هنا اتنين، ما ينفعش احط تحتها تلاتة، فهي قالت صح احط خط وارجع ورا سنة، لقيت تلاتة احط تلاتة وكده. شكرا. اقفلي بقى، تفتح معانا جوجو. مين اللي ايميلها جوجو؟ يلا يا جوجو. أوجد ميم ألف للعددين 9 و15. لا احنا لسه ما جبناش الميم ميم ألف للي احنا فيه، احنا بس رشينا كده بس ما جبناش الميم ميم ألف لسه. أعمل إيه بعد كده؟ اتنين اتنين في اتنين في اتنين في تلاتة في تلاتة في تلاتة. برافو. عشان اضربهم اضربهم بالترتيب، اتنين في اتنين باربعة، اربعة تلاتة في اربعة باتناشر، اتناشر تلاتة في اتناشر كام؟ ستة وتلاتين. تلاتة في اتناشر بكام؟ ستة وتلاتين. تمام. يلا عايزين شروق. فين شروق ابو الحسن؟ خامس. يلا يا شروق خدي اللي بعدها. الشاشة مش باينة. طب انت عندنا عايز ميم ميم ألف لتسعة وخمستاشر. ها التسعة هنقسمها على التلاتة. تمام، هنحط تلاتة. تمام، وتلاتة وبعد كده واحد. يلا اعملي الخمستاشر كمان. الخمستاشر تلاتة ماشي، خمسة خمسة واحد. تمام. تيجي بنت تانية تقولي طب وهي ليه ما قسمتش ال 15 على 5 على طول يا ميسي؟ مش احدى صفر او خمسه؟ طب هتطلع لها تاني برضو الثلاثه، هتقسمها على الثلاثه تديني واحد. العوامل دي مش هتتغير، لو بدات بالخمسه او بدات بالثلاثه تفضل برضو العوامل بتاعتك ثلاثه وخمسه. تمام. يلا يا جنى.
جانا مصطفى فين؟ نعم يا ميس. يلا يا جانا كملي بقى، شروق حللت اهي. يلا انت بقى كملي المسألة، هتعملي ايه؟ هنعمل 9 بتساوي 3 في 3، تمام. والخمستاشر تمام التلاتة هتنزل تحت التلاتة، هنسيب مسافة ونكتب الخمسة. تمام برافو عليك. انت برضه يا جنى، هو عايز مني واحد طماع ولا عمارات؟ واحد طماع، اكتب له ايه بقى؟ 3 في 3 في 5. برافو عليك، هاخد من كل بيت واحدة. 3 في 3 في 5، 3 في 3 ب9، 5 في 9 ب45. 45. طيب ناخد، شكرا يا جنى، شكرا للبنات كلها اللي حلت. ناخد ليلي. يلا يا ليلي. أوجد في ميم ألف للعددين 16 و24. لا 12 معلش و صوتك 24. شوية يا ليلي عشان مش سامعاكي. ولا أنا سامعها بصراحة. ماشي ثواني. ليلي أوجد ميم ألف، تمام كده؟ لا يا روحي صوتك. طب معلش هنخلي حد تاني يجاوب لان الصوت واطي قوي. صفوة. الصوت عالي. لا واطي خالص. طيب ماشي. صفاء. يلا يا صفاء. سلمى، محمد، أي حد يرد. نعم. يلا يا سلمى حللي. يلا يا ماشي. 24 و12. 24 هقسمها على 2، دي كام؟ هتديني 12. تمام. وال12 هقسمها على 2، تمام. تديني، هتديني 6. تمام. والستة أقسمها على 2 هتديني 2، لا ستة وهحط على 2 2 هتديني 3، ستة على 2 3، هتديني 2 3. على 3 هتديكي كام؟ هتديني 1. تمام. يلا ال 12. ال 12 انت لسه عاملها 12، هحللها 12 هعملها على 2، تمام. هتديني 6. تمام. 6 هعملها على 3. براحتك. ها إيه؟ هتديني 2. برافو. والاتنين على 2 هيديني 1. برافو. عايزين مريم عمر. يلا يا مريم كملي معايا. هي دي قلتها الوحيدة كنت بكتب معاها. سلمى تقفل ومريم تفتح. يلا يا مريم. طب ايه ناخد؟ روان علي. نعم. يلا يا روان كملي معايا، هعمل ايه؟ قول 24 بتساوي ايه يا روان؟ 24 بتساوي 2، تمام. في 2 في 2 في 3. برافو. 2 في 2 في 2 في 3، شطور. طب ال 12؟ ال 12 بيساوي 2، تمام. في ونسيب مسافة، تمام. ونسيب مسافة تاني، ماشي. ونحط التلاتة، ها. ونحط الاتنين فين بقى؟ جاي هنا قدام عادي، ما تروحيش تحطيها ورا، ما انت عندك هنا اتنينات، يبقى حط هنا الاتنين. يبقى فيها واحدة بس هي اللي ما جاتش موجودة، لأن هنا العوامل بتاعتك 2 و2 و3. أدي 2 2 3. يلا بينا. الميم ميم ألف طماعة، آخد من كل واحدة واحدة، آخد 2 في 2
في اتنين في تلاتة، اتنين في اتنين بأربعة، اتنين في أربعة بتمانية، تلاتة في تمانية بأربعة وعشرين. بس ممكن أحلل رقم أربعة؟ طب يلا مين؟ جنى ولا جنى؟ لا جنى. هنحلل 16 هتبقى 2. تمام. 2 في 8. 8. 2 في 4. 2 4. 2 في 2. 2 2. في 2 هتدينا 1. مش فيه يا علا، خلي بالك.